السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة راح نتحدث عن المشكلة اللي صارت بالجي ان اس 3 فيرتشوال ماشين. إذا بتستخدم فيرتشوال ماشين علشان تشغل الاي او يو ايمجز عندك على جهازك، المشكلة إنه الويب سيرفر مش شغال. فلما بتدخل على الويب سيرفر فعليا، أو لو حطيت HTTP كولون بعدين طبعا هون اتوقع انه عندك 8000، بعدين حكيت له ابلود فكمان مش شغال. طب لو حكيت له على 8000 عشان تأكد انه شغال، طبعا يعني الويب سيرفر كله مش موجود على الفي ام الجديدة اذا نزلتها من موقعهم او من الجيت هاب. في عندك ثلاث طرق علشان تعمل ابلود للايمجز. في عندك اول شيء سكيور اف تي بي. طبعا سكيور اف تي بي هو جزء او باكج مضافه على الاس اس اتش اللي هو سكيور شيل. وفي عندنا اس سي بي، والنوتيلاس بيجي معه كمان. طبعا اسهل شيء النوتيلاس، لكن راح نجرب كل الطرق. اول شيء بدنا نعمل SSH GNS3 at الـ IP address اللي انتم شايفينه هون او اللي موجود على الـ VM 192.168.177.131. رح نعمل 3 folders، ثلاث فولدرات، كل فولدر نعمل upload بطريقة معينة. طبعا الباسورد GNS3. الان احنا وين موجودين؟ PWD موجودين على الهوم على GNS3. فاحنا راح نعمل make dir، نحكي له SFTP، ونعمل make dir اللي هو SCP. فصار في عنا ثلاث فولدرات اللي هو نوتيلاس SCP و SFTP. طيب اول واحد رح نيجي عليه هون اللي هو ال SFTP. ال SFTP سهل جدا، فكل اللي رح نعمله هو التالي. هنفتح كمان سيشن، احكي له SFTP تمام GNS3 عادي، زي كأنك بتحكي له FTP SSH عذرا. بدأ بتحكي له GNS3. الآن لو حكيت له LS فبحكي لك انه فين دي هدول الفولدرات. لو حكيت له CD SFTP LS، بعدين تحكي local LS يعني الموجود على جهازي، local LS list directory local list اللي هو LLS. اذا بدك اي شيء اكتب help، شوف هاي كل الاشياء الموجودة عندك. فانت هاي المرة رح نعمل بوت، مش رح نعمل يعني بدنا نبعث الاشياء هاي بوت تمام من لوكال للريموت. فانت بدك تعمل ابلود للفايل. فانا في عندي لو شفت هون i8 اعملهم كلهم مره واحده. بعدين بتحكي له بوت على اللي انت موجود عليه، فمباشره راح يرفع لك اياهم. لو حكيت له الان ls فبحكي لك هذول موجودين عندي. هاي الخطوة الأولى. نعمل الآن كويت. طبعا أنت بتعرف إنه GNS3 مباشرة بتقدر تفوت تحكي له إنه موجود على الهوم على GNS3 على SFTP.
بعدين بتختار الاسم تبعك. فهاي كويت. الخطوة الثانية اللي رح نعملها SCP ونحكي له انه عندي الاي كلهم تمام لا GNS3 at 192.168.177.131 بعدين تحكي له SCP. اتوقع انه هيك انا مش متذكر بالضبط. لا تمام. طيب طيب نشوف ال هاي او الاس سي بي هاي الاس اس اف تي بي. الان بضل عندنا اخر واحد اللي هو النوتيلس. النوتيلس سهل جدا، كل ما عليك انك تحكي له كونكت تو سيرفر. انتم شايفين هون انا كنت عامل عليهم كونكشن. بدك تعمله اس اس اتش تحكي له 192.168.177 اللي هو الاي بي ادرس تبع ال السيرفر تبعك. تحكي له كونكت. طبعا باخذ شوية وقت، ما بعرف ليش ال SSH عندي بطيء لكن ما في مشكلة. بدك تحكي له GNS3 عشان يعرف وين ال تقدر تحكي له طبعا remember forever إلى آخره و GNS3 password with username connect. شوي طبعا النوتلس راح يكون أبطأ شوي مش كثير يعني من الكوماند لاين، لكن بالنهاية كلهم راح يأدوا نفس الوظيفة. الآن صرت أنت موجود وين على السيرفر؟ لو كنترول ال كنترول ال بحكي لك وين الباث كلياته تبعك. هاي كنترول ال تمام. بعدين تدخل هاي النوتلس مال open new tab، بعدين ادخل على الهوم تبعك واختار الاشياء اللي بدك تعملها upload copy paste ترى بس هاي كل الاشياء اللي انت بدك اياها. طيب نرجع ل نرجع لصديقنا هون نحكي له نوتيلس. فهيك بصير عندك ثلاث نسخ من نفس الاشياء SCP SFTP والنوتيلس، وكلياتهم بيأدوا نفس يعني ما بالاخر راح يتغير عندك الباث لانه سمينا الاسم نوتيلس. الباث الثاني راح يكون SCP وبعدين بتحط الايمج تبعتك. لو عملت run الان لا GNS3 تبعي تمام او قلت له كانسل، خلينا نصغر عشان نشوف كل شيء تمام. هاي سويتش مثلا هذا موجود وين؟ موجود على هاي. طبعا بحكي له عن ست ليش؟ لانه ما مش على السيرفر. فاللي راح نعمله راح نعمل ديليت يس، وانا راح ادخل الان على السيرفر. مش راح ادخل عذرا مش راح ادخل على السيرفر، راح احكي له انه بدي اشغل اشياء على السيرفر. فمش هدول داخلي على الجهاز نفسه على ال لوكال او يعني مش في ام على لوكال بي سي. كمان بصير تشغله على لوكال بي سي لكن ممكن تواجهك مشاكل. فانا راح اعمله نيو مش على لوكال كمبيوتر وما شغله. طيب ماشي اوكي سيرفر جينستري
بعرف شافه لوكال. طيب انا تو يبدو انه لازم اشد داون الجينس 3، شغله مرة ثانية الجينس 3، اتوقع راح يعمل ريستارت او لا ما عمل ريستارت. حلو، زمان كان ظلوا يعمل ريستارت اذا كان شغال وانت رديت شغلته كمان مرة بعمل ريستارت على طول، لكن يبدو انه هاي المشكلة يعني تم حلها بطريقة معينة من جماعة جينس 3. فهاي الـ IOU devices new run الان ظهر لنا الخيار تبع الـ GNS3 VM، فانا بدي اختار وبدي احكي له انه هذا عبارة عن راوتر VM عبارة عن layer 3. الان وين الـ image؟ الـ image بال slash home slash GNS3 slash تقدر تختار، لان عندك الخيارات كلها SCP مثلا خلينا بس ناخذ الاسم، الاسم بما انه هذا راوتر فمعناته ها رينيم سيلكت اول كوبي، بعدين نحكي له بيست فينش. ناخذ سويتش كمان عبارة عن VM switch name هاي SW VM layer 2 سوري، لكن بدك تاخذ الباث كله اللي هو سلاش هوم سلاش جينس 3 سلاش مثلا نوتيلس مثلا، تقدر تختار. ليش؟ لانه احنا اتفقنا انه الباث بي دبليو دي فو جينس 3، معناته انت راح تختار الفولدر بعدين الاسم تبع الاسم تبع شو اسمه الايمج تبعتها. فينش ابلاي اوكي، بعدين الان تيجي هون تختار البي ام. طبعا ما تنسى كمان في شغلة مهمة ما تنساها اللي هي الاي او يو ار سي، واخر شيء بنختار ران ان شاء الله يعني تمشي معك الأمور وما بصير عندك مشاكل نهائيا. بس ناخد اللي هو راوتر ونعمل ستارت، نعمل كونكشن بسيط كونسل، شايفين هون مباشرة شباب هاي كونسل توقع هيك يعني انت اخذت فكرة كل الطرق اللي ممكن تعمل فيها ابلود للاي او يو اللي هو اي او اس اون يونكس، وغير هيك كمان ممكن اذا في عندك كانت مشاكل بالباث انه تعطي لازم تعطيه الفول باث على الفي ام مش على جهازك. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.